العد التنازلي يبدأ مع صد خلفي للكرة من ديريك فيفرز. What a great play, chasing it down and getting it on its way up. جيريمي إيفانز يعيد توجيه هذه الكرة إلى الصف الأمامي. Get out of here, says the rookie from Western Kentucky. روجان روندو ينجح هنا بسرقة الكرة لكن لا يتمكن من الإفلات من قبضة تايريك إيفانز. ترافر بوكر يقفل الكتاب هنا بوجه إيرل كلارك. He blocked that shot over one of his teammates. في المركز السادس كيفن غارنيت يخذل ساميول دانمبير. سيباستيان تيلفر يشعر بلسعة الدبور ساشا بافلوفيتش. And going the distance. Oh my goodness! Telfair thought he was going the distance. الكرة تبدو كذبابة مصعوقة بيد العملاق لماركوس أولدريدج. Wow! How about this for a defensive play? Good rotation by LaMarcus Aldridge. That is emphatic. لاحظوا في هذه اللقطة الصعود الصاروخي لراي ألن. أمار ستودمير بواسطة هذا الصد للكرة ينقذ نيويورك من الخسارة. أخيرا الروكي بليك جريفن وجها لوجه أمام لاعب كليفلاند جي جي هيكسون. Defending at the point of attack, he gave Griffin a rubber sandwich, and then Mo Williams so deep in the queue, knocks it down.